كنو البنات كي دايرين بخير؟ كيما بان ليكم رحنا يلا فقنا دابا من النعاس حيتاش البارح جينا من طنجه معقلين النهار كله وحنا كندورو من هنا لهنا لهنا ما خلينا حتى قنت دخلنا نعسنا دغيا حيتاش عوين اننا نوض بكري بحال جمع حويجاتنا حيتاش حتى اختي خصنا نوصلو حتى لمكناس عندها الدران مع دوك جوايج ثلاثه وصافي حنا جمعنا حويجاتنا وجمعنا الدار وجمعنا كل شيء راكم عارفين الرمينه ديال السفر وحنا غادي نخرجوا دابا نرجعوا لمدينه تخنيفرة. المهم باش نقول لكم دوزنا وقت زوين بين اصيله وطنجه ومهم بزاف الحوايج صرناهم كلشي غتشوفوه ان شاء الله في الفلوغ ما غندخل عليكم بوالو ودابا راه كنصور لكم النهايه ديال السفر بيوتي جمعناهم كاملين رديناهم تقريبا كما كانوا ضربنا واحد الشطيبه وخملنا شي شويه المهم صراحه ما سخنش بهذا الدار وما سخنش حتى الدار ديال طنجه الدار طنجه ما بزيتش فيها بزاف صراحه ملي كنجيو غير باش نرتاحو نتكو فيها داكشي باش ما دارينش فيها بزاف لي فلوغ وما هذه كنا كنجلسو فيها بزاف هذه دوزنا فيها تقريبا 8 ايام والاخرى اللي في طنجه دوزناها فيها يومين ولكن كلها كانت في الزنقه كنجيو للدار مسخسين وكنعسو المهم هادشي اللي كاين البنات العطله ديالي تسالات كانت فيها 10 ايام شي حوايج صورتهم لكم شي حوايج ما صورتهمش المهم داكشي علاش قديت راكم عارفين العيد ديال السفر مره كنقدر مره ما كنقدرش من داكشي علاش قديت درتو معاكم المره الجايه ان شاء الله غادي نرجعوا لطنجه ديريكتومون نمشي لطنجة ونبصو ديك الدار اللي كنت صورت لكم طنجة كبيرة وفيها ما يتشاف وفيها ما يدار المرة الجاية غادي نخصصو ليها حتى هي 10 ايام ديالها بوحدها المهم هنا تسالا الفلوق ديالي يا البنات ما سخيتش بكم ما سخيتش بناس اصيلة تحية ناس اصيلة كلهم ضريبين الله يعمر هدر لا هما ولا ناس ديال طنجة ودرت بزاف د المعارف هنا اصيلة ودرت بزاف د المعارف في طنجة المهم غادي يكونوا من المتابعين ديالي ان شاء الله من هنا البق يلا هنا تاع البلوك ديالي تهلاو لي فراسكم دابا غنمشيو باش نشدو الطريق نمشيو للمكناس للمحطه ديال التران حيت اختي عندها التران مع ثلاثه قال لي نقول لكم الا الى اللقاء واجي نضربو انا وياكم الدويره الاخرى في هذا الشالي هذا اللي في اصيله يلا خليكم معايا نوريكم شنو جمعنا المهم حاولنا اننا نردو الامور كما هي واخا ما غاديش ترجع ويسمحوا لينا صحاب الشالي لا خلينا لهم شي تكرفيس ولا شي حاجه راكم عارفين الدراري وهذا الروينه ديالهم يلا تهلاو لي فراسكم البنات ونخليكم مع اخر جوله في هذا الشالي هذا باي باي صافي البنات حنا خارجين دابا صافي جمعنا حويجاتنا وحنا خارجين دابا يلا بسلامة أصيلة تهلاو فراسكم حتى العام الجاي إن شاء الله يلا باي باي بلاتي نضرب لكم آخر تصويرة آخر فلوغ هنايا شوف على بليصة هنايا موريتها لكمش النهار اللي جينا هنايا حيتاش كنا مازالين هذا شوف على بليصة هنايا جريدة غزالة هنا هادي حتى الشالي حتى الشالي مهم شوف كي داير المنظر هنايا البنات شي روعه روعه صراحه ما سخيناش بهذا الشالي هذا ان شاء الله الى مره اخرى توحشنا اصيله نرجعوا ليها ان شاء الله المهم اخر فلوغ غندير لكم من هنايا بالنسبه للبيسين ها هو لتحت ها هو لتحت كيما تيبان لكم راه هويا لابيسين بلاتي نقربوا لكم اكثر المهم هذا هو الشالي اللي كنا شادين البنات صراحه شالي غزال تبارك الله ما عجبنا وما سخيناش به ولكن الظروف ديال العمل خصنا نرجعوا ضروري لبلادنا نرجعوا لمدينتنا ونرجعوا للصالون والخدمه وهذا داك هي الحياه ديالنا الحقيقيه وما هذه هي تنسترحوا فيها اسر ما سخيتش كنصور اكثر ممكن ديال الفيديوهات هنايا
يلا باي باي عليكم البنات، تهلاو في فراسكم، باي باي. بنات حنا دابا جينا هنا للناس، حطينا اختي في المحطه كتسنى الكران، يلا سمعناها تقول دابا. المهم خديتها هي لي باكوز ديالها والماكله اللي غتاكل مانا، دونك شي حاجه خلاتو معاها، وحنا جينا هنايا لاقرب محل باش ناكلو شويه جعنه، حيتاش صراحه ما فطرناش، كنا نفطرو في الكلاس وساعة ما كفرناش الوقت، غادي نديروها فطور وغدا وكلشي، وغندوزو ان شاء الله للمرجان وديكاطلون داكشي وكلشي حوايج عاوتاني من تمايا. حيتاش ياسين كيبغي يخدم ديكاطلون على حساب القياسات اللي عندو، تيبغي ياخد قياسات كبار، ما عندوش قياسات في هدا بلايص خرين. المهم دابا حنايا غادي نتغدا ان شاء الله هنايا، وغادي نتحركو نمشيو للمرجان ونتمنى معاكم. تصدى تما والله العظيم. شحال هذا الاسطوانه؟ المهم انا راه طلبت هذا الشيفان، الشيفان وكليز داتي صراحه ما بغيتش نكمل في الفطور، حيت شنو كنت في الشيفان مع السعوده كشفت غادي نجيب لي واحد الشيفانات وشقاتين وعاد كنقول لها تاخذ تاكوس، درنا جوج ديال الفطور اللي يكون ميتم ولا شي حاجه، درنا جوج تيعجبنا حتى لعجبنا ونزيدو جوج اخرين، دابا حطينا حنايا جوج وغادي نزيدو جوج اخرين الا كان مزيان، لكن ما كان زوين نبدلو نديرو ثم طلبنا ليهم كفته ودارنا ميكس هنايا، درنا لهم حاجه وجابو لينا حاجه هنايا. هذا كفته بوحدو، هادو جاي في معاك كفته بوحدها، بجوج كفته صافي. حنا دابا تغدينا وحنا شادين الطريق لديكاطلون ومرجان وايتيكي وداكشي كامل، المهم غندخلو تمايا نشوفو الا لقينا شي حاجة شي سولدات، مكاينش سولدات داكشي اللي كاينو نخرجو خلاصنا ونشدو الطريق على الكيلومترا. صراحة عيينا بزاف بالطريق معاه، كنا كنتساراو بزاف في طنجة وفي أصيلة وهذا ما تنعجبش الوقت، هذا صراحة عيينا غير ضروري خصنا ندوز لديكاطلون، داكشي علاش بغينا نمشيو هنايا، ماحناش في الطريق ديريكت مول الخنيطرة. المهم حنا خارجين دابا مع هداك الجوايه، غتكون ربعة ونص ولا خمسة، يلا هانتوما معانا وكملوا معانا الفيديو للخر، وما تنساوش ديرو لايك وتعليق.
كما بان لكم حنا دابا جينا هنايا لويكيكي، بغينا ناخذ شي قياسات لياسين. صراحه ما لقينا والو، القياسات لياسين ساله، كاين غير قياسات ناقصين ولا زايدين وصافي، ما غادي ناخذ والو صراحه. غادي نخرجوا في حالتنا وغادي نمشيو للخنيفرة. المهم ضربت لكم دوره هنايا كما مولفين عليا دائما، كندخل شي متجر كنصور. المهم هادشي اللي كاين، ما كاين والو، وضربنا تمره حتى لهنايا بلا فايده، جينا مع فرصه ما كاين حتى شي حاجه في قياسات ياسين. دابا غادي نمشيو نشدو الطريق، وفي الطريق شفنا هاد السليلات ديال الكرموس والعنب، صراحه شهيت شهاونا، ونزلنا في نص الطريق وخدينا شويه ديال الكرموس وشويه ديال العنب. صراحه بنت لينا زعما بان لينا الديسير زوين وثمن مناسب، وخدينا دوك هذا دوك شحال ما فهمتش هذا ياسين ياسين بلي هذا حسن منه، ها بلي هذا حسن منه دوخ دوخ شحال تما كيلو واخيرا البنات وصلنا للدار الحمد لله على سلامتنا، وصلنا على خير وبخير، ولكن عيينا واحد الايام ما نعودكمش عليه والله العظيم، 10 ايام ديال الخروج والمسافرات وما كنزلوش من الطوموبيل كاع، ونعينا. ودابا جينا لقينا الدار مرونه حيت خرجنا كلنا مرونه، وجبنا معنا الروينه ديال الصافار، هذا الصابون هذا خصها ترجع بلاكار، هذا الصبون هذا كل حاجه خصها ترجع لبلاصتها. المهم الدراري راه داك المشي الدسر راهم كيتفرجوا في التلفازه، وانا يلا كنستريح واحد شويه باش نكمل الروينه ديالي ونخشي الحوايج اللي خصني نتبنى كلشي، وتا انا نضرب بشي سدويشه والناس صراحه نمشي للصاله ولا تنغدى ان شاء الله. يلا هذا هو البلوك ديال اليوم، نتمنى ان البلوك يعجبكم ان شاء الله، وما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه وفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. يلا كما شفتوا يلا كنحل على السكان ونشوف كل حاجه شنو فيها. المهم هذا السويك هذا جبناه من الفنيدق، فيه غير داكشي ديال الحلويات والشكالاط، دابا نشاركوا معكم ان شاء الله. المهم راه كل حاجه فين مرونه، اللباس في جهه وهذا، ولكن غنوريكم انا غير داكشي اللي تقدينا من الفنيدق. بالنسبه للحوايج خشينا بعدا اللي خصو يتخشى في الماكينه، وما تبقى راه كيتسنى النوبه. ودابا البنات غنجيو نوريكم شنو جبنا من كاسيخو. المهم ما كاينش شي حاجه صراحه، هتمينا تقريبا مشابهة شي حاجة قليلة وصافي. نخدينا هذا نمشي هذا المهم، خدينا هاد بافاريا البنت لينا ناقصة شوية في الثمن، خديناها هشكل المناضات هشكل ريد بول، وكاينين هادو هاد الشكال هادو خدينا هادو كيتكات، وهذا اش باستا معروفه، وهادو بحال مسكوته، وهاد اللي بوم هاكا الدراري وصافي، وهادي حتى هي بحال بيمو، وهذا وهادو تا هومايا، من كلهم هادو شكالاط، وخدينا هاد الشكلاط هذا الكبير نوتيلا، وهادو وصافي. وهاد خديناها من واحد لعيبة سميتها واحد خديناها من المول،
ديال كذا ديال الحلويات صافي الحلويات خلاص حنا درنا عاشوري في طنجة. طب هادشي اللي خديتو هادو جبتهم معايا على حساب الصالون وهادو خديناهم. المهم خدينا بزاف د الحوايج المهم هادشي اللي صورت معاكم هادشي اللي كاين. وهنا حتى لا فيديو ديالنا ديال اليوم نتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم والسلام ديالكم وعجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق وتهلاو لفرصكم والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.